Maman. Quoi, 2 minutes, maman? Tu te réveilles dans 2 minutes? Ok. Bah, on mange, maman. On mange, on joue pas. Allez, lève-toi, Samo. Regarde. Captain Majid. Ou alors dans l'école, gars, Captain Majid, vas-y. C'est ça, là, le dessin animé que t'aimes trop. C'est du foot. C'est du foot, foot. Regarde le terrain. Le terrain. Ouais. Des extraterrestres. Reste, tu te ramènes les chaussettes. Ok. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله دعاء دو ماتا سي اوبليجي دو دير تو لي جور ماما داكوغ الوغ سا سا غير كش تو دي سوا ساج ا ليكول با دو بافارداج ياك ماما اون سو كونسونتر سور لي دوفوار اون تو راماس تو تي تروك تو ليس اوكان ليست اوكان ريان دو تو داكوغ ماما Et on y vient là. Alors, t'es content de retrouver les amis? Oui? Non. Oh, je t'aime. Je sais pas pourquoi. Je la sais. C'est toujours la même fois que je recommence. Tu ne m'entends pas. Ma paix. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ou pas? Allo, Haboubet, kif ntouma, ça va, lebes alikom? Mzianin, bekher? عاد غادي نهضر معاكم ونقول لكم كي دايرين مزيانين بخيرين كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وبلا ما نطول لكم في الانترو بغيت غير نشكر كل وحده منكم خدات من وقتها وكتبت لي في الفيديو اللي فات نتاع القرار ديالي انني نسمح في اليوتيوب وصراحه كان قرار من نيتي ماشي شي حاجه اخرى كنت باغا نعرف شنو السبب انه انايا قناتي ما كطلعش قناتي ما لي فيديو ديالي كيمشيو كينزلوا اسكو ما كنقدم لكم شنو كيعجبكم ولقيت بزاف ديال البنات قالوا لي حنان ما بقيتيش كتعملي لنا لي فيديو نتاع زمان روتينات حاجه بحال هكذا اللي نتوما فوزافي بوزوان سا ايتو انا على بالي كنعمل لكم دي بارطاج دي تروك مي اون فيت سيتي با سوفيزون سيتي با كوم ليبوك نهار اللي درتو ابوني الوغ جو كومبرو توت افي اي على داكشي كنتمنى منكم تشجيعاتكم طورا طاح لي التليفون طاح لي التليفون من هنايا وكان خاصني نوقف هنا باش ندير لكم المهم ما نكثرش عليكم احترمت اي ميساج صيفطوه ليا واي حق قلتوه في حقي وما سخيتوش بيا وديكشي انا راه اكثر منكم انا راه ما سخيتش بيكم انا راه والله هذا القرار خديته غصبا عني كي قلتها لكم في الفيديو يعني غصبا عني باسكو ما بغيتش نمشي وانا غير مرغوب يعني نبقى وانا غير مرغوبه ولا ما كنقدمش الحاجه اللي غادي تستافدوا منها مي ملي بينتوا لي بلي العكس كتقدمي لنا بزاف د الحاجات تعلمنا منك بزاف د الحاجات وباقي لي الان وكاين الناس اللي دايرين غير اليوتيوب كيتفرجوا فيا غير انا كاين الناس اللي كيتفرجوها في اليوتيوب ما عندهم لا انستغرام لا تيك توك باش يتابعوني فيه بالتغيير وديكشي حتى الا وقفت يوتيوب اي من هادشي كامل قلت غادي نجرب نرجع لكم الروتينات نتاع قبل وكيفاش كنبارطاجي معكم اي حاجه بالديتاي بحال قبل ولا كاين تفاعل كاين هذا وكاين يعني التفاعل البنات الفيديوهات كيطلعوا خاصكم تعرفوا باللايكات ديالكم وبالكومونتيرات ديالكم وبالبارطاج ديالكم الا كانوا ديك الناس اللي طالعين اللي لهم لي فيو الناس ديالهم ما كيديروش اللايكات راه والله حتى واحد ما يطلع واخا ميستر بيست والله ما يطلع حتى 3000 فيو ما يديرهاش هو خاصكم ديما تلاحظوا في اللايكات لايكات ساجو انورميمو الكومونتيرات ساجو انورميمو اي تفاعل كيلعب دور بالنسبه لليوتيوب ولا تيك توك ولا اي بلاتفورم اي تفاعل سواء كومونتيرات بزاف سواء لايكات بزاف غير باش نقول لكم ميم لي ديزلايك بزاف راه كيتفاعل كيتفاعل المهم كيكون فيديو راه متفاعل معاه هادشي اللي كاين الغزوله ديالي صافي المهم دابا غادي نديكم معايا كيف
كي قلت لكم الزينات شنو بغيت نقول لكم على وديت على وديت لاسال. انا تسجلت في لاسال. يلا نديكم ونشرح لكم. راني عاد وصلت لاسال. هذه هي لاسال اللي تسجلت فيها، راهي في مانيونفيل سولاي دي فيت. اللي بغاتها هي راه كتبيها في جوجل وغادي تطلع لك سبيسيال ديال العيالات البنات، كاع البنات اللي بالحجاب وهذا راهم هنايا. والله العظيم الا واعره وعندك لي كور مع الكوتش تولي جوغ تولي جوغ، فيها كل شيء لي كور كوليكتيف وديك الشيء كارديو الكوتشينغ بيرسوناليزي. منها هنايا خاصني صبروا نحطكم هنا، كنخاف يدخل شي حد وناخذهم من داك المسح. اذا دخل شي حد كنلبسو مني كنجي خارجة مع حاجة خرين. لاصال في مانيونفيل واعرة غير البنات، على داكشي ما نقدرش نصور. الاغلبيه فيهم كيكونوا كيديروا الخمار وديك شو هنايا كيكونوا اليز، فهمتوا؟ يلا حبيبات سينو كنبغيكم بزاف، نشوفكم توت على الصونه هذه فين تجلسي فيها حتى شحال ما بغيتي الا كتعجبك. فوالا مهم غزي ولات هادي لاصال اللي كنترينيو فيها دابا كاين حد راه غادي نبداو دابا يا سي بور سا بلاصي طابي ديالي ام بلاصي طابي ديالي ونشوفكم.
الغزي ولات. الله 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 يا ربي الله والله الا دوزت لاسيون زوينه، ولكن واحد الصهوطه ترى ملي ما شفتش شعري مزيان كنخاف يضربني البرد. كنخرج الطوموبيل والله العلي العظيم الا واحد الصهوطه، عرفتوا لاصال عجبتني بزاف، راني مداومه عليها. البنات اللي متبعيني في التيك توك راهم عارفين كل شيء. المهم لاصال نتاع هي البنات، الراحه النفسيه. وصافي دابا ندخلوا للدار، عندي بامال د الحاجات يتقضاو. ندير معكم الروتين اختي، داكشي اللي كيعجبكم تشوفوا خنزي تشوفوا. كنضحك معكم شويه د الروينه سي توتافي نورمال. البارح كانت عندي الخدمه، دير الماكله دير هادي تو بي با تو فيغ وني ديزي تخو ما اون بو با تو فيغ. على داكشي كنقول لكم الحياه لي با بارفيت. فوالا ما نبافارديش عليكم بزاف، كنعرف كاين ناس كتمل من بلا 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 بلا. نشوفكم في الدار. نسيت خاصني ندي الخدمه لابوستو مونديال غولي، راهي عندي اللور في الكفر خاصني نديها توت سويت. راهي 11 فازي نمشيو لابوست مونديال غولي يا بخي ندوز بحالي للدار. الله اكبر ايما والله يا البنات الا قلت لكم هذه 3 ايام باش طويت. المهم قولي يومين 3 ايام باش طويت هاد الكراتر وحطيتهم حدا الباب، بس زعما اللي غيخرج الاولاني هبطهم معاه. كيهبط راجلي دابا وساعه والله لا كيديهم والو، كيجر الباب ويزيد. ودابا حطيتهم عاوتاني، قلت انا اللي غنهبطهم مني مني يا اختي. كيقول لي حيت بصح هو ملي كيجيب الكراتن ديالو كيشري لي بوكيبول ولا كنقول له هبط الكراتن توت سويت، كنهبطو معاهم ديك الساعه باسكو بزاف كيكوموندي منو مونوبري من اوشون من هادي من هادي، كيكونوا عندي العرار من الكراتن جوني ما من الكراتن. ما علينا، هنايا كان فيدي الساك ديالي البنات. اول حاجه الحاجات اللي كيمشيو يتصبنوا ديريكت كيمشيو يتصبنوا بحال الحوايج اللي كنلبس في لاصال، ديك التيشيرت الكحال والسروال الكحال والتقاشر وديكشي كامل. المهم كيمشي ديريكت الماكينه الفوطه، سينو الفوطه اللي كندير عليها فوق الطابي ما استعملتهاش اليوم، هذيك الفوطه العرق ما استعملتهاش بزاف المره اللي فاتت، لاسيونس اللي فاتت عرقت بزاف. هاد الخطره صافا صافي، كنجمع لي كريم ديالي اللي كندير لوجهي، لا كريم سوليغ كنستعملها يوميا، وكنخلي تما الشامبوان جيل دوش داكشي، حيت الاغلبيه دابا وليت كندوش غير في لاصال حيت كنمشي تقريبا يوميا الوغ كندوش تما. يعني حتى كنبغي نعمل لي سوا ديالي نيشان بروفون في الدار عاد كنعمل حمام الدار. صافي كنحط هنايا الصنداله، ديك الصنداله اللي كنلبسها تما. صافي كنعلق الساكادو هنا ونجمع هادشي ندير لا ماشين وصافي. هذا هو لو بيتي غوتي اللي كندير من بعد ما كنجي من لاصال، اول حاجه كنديرها. ميشيري لا بروميير ميسيون سي في. شنو عندنا اليوم في البروغرام ديال النهار؟ عرفتوا من نهار خديت هاد لاجوندا من اكسيون مسوفاليا لافي، كنسجل فيها نهار بنهار باش ما ننساش، باش نقلب، باش ندير، باش ما ننسى حتى لعبه باسكو كننسى بزاف، كندير بزاف د الحاجات وكننسى اكثر من اللي كندير. المهم كناخذها كل نهار كنتشيك. هذا نتاع البارح فوالا، هذا لو سايز اليوم وني لو سايز بيسين ديال سام فوالا، سينو مع التصوير مع ستريس ديال النهار مع الرياضه مع هادي لو كنسيتو. بيسين ديال سام خاصني نوجد له ساكادو ايتو حيت عنده لا ناتاسيون. فيديو يوتيوب فوالا اللي راني كنصور فيها، لا سال دو سبور كوشي ساي درتها، لي كوموند ديتهم فوالا، با اوبليي لو ريجيم دي دات فوالا، سا سي نوتي باش ما نصدقش واكله شي حاجه. البنات خاصكم تعرفوا غنطلع في الميزان حداكم، دابا الدم ديالي طالع ودي. اوكي الوغ بسم الله اويلي نو عطو اختي عطو اويلي، غادي نديكوراجا توت سويت نمشي ناكل واحد امبورغر. شاربه غير الما، كيفاش 89 كيلو و 10 كيفاش كيفاش 89 كيلو جي با كونفي. يلا عاد كانت فيا 88 كنت نقصت شويه، شنو وقع؟ كيفاش جي غوبخي 1 كيلو من بعد ديك لاباكيت اللي ضربت؟ جي با كونفي. هاد الميزان عندي سافا با وقيلا، ها هو عطاني 88.90. اطو نبقى نطلع ونهبط وقيلا الحجر ما قابلاش اختي نبقى في نفس الوزن. اطو بسم الله 88.90 دابا كيعطيني 88.90. المهم انا شنو كليت في البارح مع 12 بحال هاد الساعه؟ كليت 7 ديال التمرات مع كاس الحليب، مع الربعه ديال العشيه كليت 7 ديال التمرات وكاس الحليب، مع الليل قبل ما نبدا معكم اللايف ديال البارح مع ديزنافو كليت 7 ديال التمرات مع واحد دانون ديال الفاني. نورمالمون كاس الحليب غير يقلع لي قلبي الحليب،
وهذا الريجيم تاع التمر ما كتاخذي والو اخر، كتاخذي غير 7 التمرات، ما تاخذيش 4 ولا 6 ولا راه كي ما كيعطيكش نفس المفعول، فهمتوا البنات؟ كتشدي التمر، انا عندي هذا الدزاير كتاخذيه، ماشي ضروري المجهول ولا حاجه، نو تاخذي التمر العادي كتاخذي منه 7 د الحبات. انا كنغسلهم البنات باسكو ما نكذبش عليكم فيهم الثقبات، وكنخاف لي سوغي مع فرنسا عامره بالفيران، فرنسا معروفه بالفيران، الوغ كتقولي ما تعرف. المهم غسليهم شليهم سي بيان تشليهم، شحال هادي ما كنتش كنغسل التمر، ولكن ملي كيكون في قابسه مسدوده وما فيها حتى شي ثقبه بحال هادوك ديال البلاستيكيتو مي هكذا لا تنقصي بزاف ديال الكيلو ابارامو، كتنقصي بزاف على داكشي. طلعت فوق الميزان شدتني الصدمه القلبيه، مي سي با غاف، خاصني ما نطلعش فوق الميزان في هاد اليومين، نخلي حتى نكمل هذا الريجيم. فوالا حليب، اوب ناخذ شويه ديال القوه باسكو والله ما عندي كاس كبير ديال الحليب، صغير كما كتبغي، ما كتبغيش الحليب تاخدي اللبن، الله العلي العظيم ما كيعطيكش لا ديفيرونس واش تغديتي ولا ما تغديتيش، كيشد على القلب سبحان الله العظيم. راه الرسول عليه الصلاه والسلام كان كيوصينا على التمر، 7 التمرات في الصباح مع كاس ديال الحليب، ديما كيقول لك كيعطيك لينيرجي، كيعطيك بزاف ديال الحاجات زوينين للكور ديالك، هي فريمون. هذا البنات غادي تلقاو الاخ فخير في بارتيغ، ما عرفتش واش كيبان لكم في الميغوار، هنا طاح لي اونبان، عندي واحد اخر خاصني نطلعو من الكراج ونهبط هذا نغسلو هي ديك البانيو. بسم الله الله مشجلانه با اوبلي لو ريجيم دي دات سي بون ما نسيتوش. شيرشي سعدي البنت الابوني ديالي، صافي راه لقيت لها الكولي ديال هاد الغوتور باش ما ننساهاش، حيت الكوليه ديالها ما كانتش تما ورجعت لها وقالتها لي البارح في اللايف واش الجلده. والله يا البنات الا حسيت بواحد الراحه ما يمكنش ملي كليت داك التمر وشربت الحليب، حيت كتحسي براسك فخاجي ملي كتجي من السبور، ركابك خاويين والله الا ركابك خاويين. صافي المهم انا رشيت البرودوي في بلاصه فين فطر سام وفين فطرت حتى انا، حيت ما درتش سيت دو طابل ولقيت سام مقطر تمايا شويه ديال البيض، وعلى داكشي صافي مسحتها هكذا بالبرودوي. عرفتوا الا بغيتوني نتشجع ونقلع اللي عكزانه عليه هادي عمايم ما كاينش المشكل، خاصني غير نعرض شي حد ونعرف بلي جاييني لا غد ليه ولا بعد له، عرفتي كنولي بحال اي ماشين، الحاجات اللي عاكزه عليهم عام ونص كنديرهم في 2 سيكوند، حيت انا سبحان الله العظيم واخا يجي واحد يبدل ليا غير الثلاجه ولا واخا يكون هي هو خدام على راسو، يعني ما كيجيني ما كنجيه ما عمر يشوف كمارتي مازال، مي سبحان الله العظيم كيدير فيا النفس انني نوض ويلقى كلشي هكذا هكذا هكذا، اي ميم ديك لي شوز اللي كيتخيني وكنقول من بعد ندير لهم بلاصه ندير لهم هذا، كلشي كنديرو سبحان الله العظيم، وهذاك الشيء اللي خاصني دابا انا باش ننظم ونعاود التنظيم وديك الشيء. ايوا دابا البنات ندوزو لافيسيل، شوفوا البنات ما تعيبوش عليا، قولوا الله يحسن العوان مني الدار مني لبرا مري شغل الدار. كاين البنات اللي كيقولوا لي حنان علاش ما كتقوليش الراجل كيعاونك، شو انا راجلي ولا في ماما كتعمل كلشي في الدار، مع مرها قالت لهم دير هادي ولا هادي، من غير انهم حويجاتهم اللي كيحيدوا الملابس الداخليه يحطوهم حدا الماكينه فوالا حاجات بحال هكذا سامبل كوا، مي طبسيلهم ياخذوه لافابو وداك الشيء اللي كيدير مراد تبارك الله عليه الطبسيل ديالو كيديه لافابو. ولكن النهار اللي سافرت مع سام والله الا جيت لقيتو قلت له ما ترولليش الدار خليت له الدار نقيه، وهذا لقيتو اي حاجه دار فيها شي حاجه كيغسلها وكيردها البلاصه، لا الصراحه دار المجهود في ديك 3 ايام. مي دابا اللهم قدر ما مني خدمه مني هادي الماكينه شحال غادي ترفد لك كاع، والله العظيم راه بعض المرات ما كترفدليش كلشي، ها نتوما خرجت منها المعان دابا كندير فيها المعانات، مي راه غيبقاو لي بقاو لي فوق لافابو دابا حتى العشيه عاوتاني نعاود مني التالي هي الماكينه، وكتبقى كتحل وكتبقى تنشف، وحتى كنحيد منها المعان كنحيدهم ناشفين حيت هي كتنشف نيت الوغ تما عاد غادي نقدر نرجع الماكينه الاخرى، يعني عندي هنايا جوج ماكينات دابا. تيري نظرني
انا نورمالمون كنلونسي الماكينات بالليل، هي اللي كيكون عندي الوقت كنكون خدامه وهذا، وكنلونسي الماكينات وميمتو كنجيغيهم، ولكن لقيت راسي باللي كنساهم، ما بغيتش يبقاو يتجمعوا عليا. دابا عندي تما شويه ديال الوان ومن هانيت غادي ندير فيهم داكشي نتاع سبور، وعندي شويه ديال الكحلين وشويه ديال البيضين، يعني كنخلي حتى كنجمع باش ندير ماكينه، ما كنضيعش ماكينه على جوج حاجات. مشيت للبيت خديت له الحويجات المراد ديكش، واخا ماشي موسخين ولا، المهم قلت راه ندوزهم نلبسهم ديجا صايي، هكذا ندير بعدا ماكينه شويه عامره. راكم عارفين دوري انت ماكينه على قدها ساعه وشي حاجه على ودي جوج العيبات. صافي كنعمل مع هذيك التيسول باش ما كيلصقوش اللوان، كنعمل شويه البيكربونات باش كيخرجوا باللون ديالهم زوينين، شويه ديال ديك لي بين تاع السوبلين اللي كينسمو، وهذا الصابون ديال الحوايج البريفيري عندي. صافي كنلونسي الماكينه مشات هكذا، راني مهنيه. ومن بعد عندي السيشلانج فيها الحوايج من البارح خاصني ناخذهم، ما خديتش الباني زعما ماشي مشكل، غنمشي نضربهم دابا ما حد دمي سخون، سينو الا حطيتهم فوق الكنابي راه تما جلسوا غيبقى الجبلي طلعي طلعي طلع، نبقى نشوف فيهم يشوفوا فيا. والله بعض المرات كنخليهم هكذا ياك حتى كيجي ولدي كيبغي نلبس له شي حاجه، ولا والله الا كناخذها له من ديك الجبل نيت هالي حتى انا نحتاج شي حاجه نقلب عليها في ديك الجبل على حسب الوقت البنات. راه ديري ما تستطيعين، انا كنشارك معكم الروتين ديالي بنيتي. ها انتم الحلاوات ديالي، طويت كل شيء هذوك الحويجات باش ما يتجمعوش عليا، ودابا لقيتوني خدامه لكم في هذا الفيديو نيت اللي راكي كتشوفيه دابا باش نقدر نتكافى وباش نقدر نحط لكم فيديوهات كل يوم. الوغ ان شاء الله غادي ندير لكم تتمه ديال الروتين وديال كل شيء، ونشارك معكم حياتي كما هي ان شاء الله، وغادي نشارك معكم لا سواري ديالي كي كدوز. دابا شفتو من الصباح حتى العشيه اون فادير شنو كنعمل، وغادي تشوفوا معايا من العشيه حتى الليل شنو كنعمل حتى كندير دودو. اي صافي هادشي اللي غادي نقول لكم. وبالنسبه لغدا الجمعه ان شاء الله نحط لكم فيديو، ولكن ما غيكونش مع السته بحال دائما، غادي يكون ان شاء الله مع جوج ديال العشيه من بعد الغدا مع جوج. صافي حيت الجمعه كنعمل فيه لايف مع السته، ومع جوج نحط لكم فيه فيديو. كونوا في الموعد البنات، ما تنساوش ديروا لايك، تشجيعاتكم البنات مهمه جدا، والاراء ديالكم على هذا الروتين هذا كيف جاكم، واش هادشي اللي بغيتو ولا بغيتو حاجه اخرى، كلشي منكم البنات قولوا لي داكشي اللي محتاجين باش انا حتى انا كناخذ افكار. تهلاو لي في راسكم، نموت عليكم.